الحقيقة احنا تفاجئنا بهذا بتنظيم هذا الحفل اللي هو حفل مشبوه بكل المقاييس، بحيث انه ما معنى انك تجي المنطقة يعني محافظة والمكان يعني خلاء وتنظم حفل بذاك الشكل اللي حكاوا لنا يعني بعض من شاهد ذلك، كان فيه يعني توزيع جميع انواع المخدرات بشكل علني، مظاهر السكر العلني، ممارسات يعني شاذه غريبه حقيقه على 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 على, على, على مجتمعنا وعلى وسطنا اللي معروف عموما ميزته الاساسيه اللي هي المحافظه. احنا من جانبنا لما علمنا بهذا الامر هذا، كان ان تواصلنا مع المسؤولين في ولايه اقليم موادنون من اجل ان نستطلع يعني موقفهم من هذا الذي حصل. وفعلا المسؤولين يعني اكدوا لنا انه لم ترخص اي جهه مسؤولة لهذا الحفل، وأكدوا لنا على أن هذو المنظمين اللي ما كايناش في حقيقة اسم رسمي يعني في الواجهة لهم، ولكن احنا في تصورنا ومن خلال الشعارات اللي هي مكتوبة ومن خلال نوعية الممارسات والموسيقى اللي كانت في عين المكان، يتبين أن هؤلاء يعني جزء من الماسونية العالمية اللي معروفة الأهداف ديالها في المجتمعات الإسلامية. فبالتالي احنا من جهتنا كنعتبروا هذا الأمر سلوك شاذ غير مقبول إطلاقا في مجتمعنا، وأنا أتأسف أن الذين يدعمون هذه الأمثلة هذه يعني هذا الحفل هذا يتبجحون بدعوة تشجيع السياح. أنا بغيت غير نسولهم سؤال، يعني ما هو العائد الذي جنته المنطقة قليمي موادنون ككل ومنطقة أفركت من تنظيم هذا الحفل؟ لا يمكن لعاقل أن يكون ضد السياحة اللي كتنفع البلاد وكتنفع المنطقة، احنا معاها ومع تشجيعها ومع إيجاد بنيات ديال الاستقبال الحقيقية لتشجيع السياحة اللي تكون فيها فائدة، الهادفة اللي كتكون فيها فائدة للمنطقة، لكن هذه ما كاين لا السياحة لا شيء. ما هو العائد؟ الا بطبيعه الحال اذا كعائد شخصي استفاد منه هؤلاء الذين يدعمون هذه الامثله لهذه الحفلات. وبالتالي احنا اكدنا للسلطه وللمسؤولين باننا ضد هذا الحفل، وبانه ينبغي ان يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على الامن الاجتماعي للمواطنين وعلى الامن الروحي للمواطنين، وعلى محاربة كل يعني مظاهر الشذوذ التي يمكن أن 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 تؤثر على التماسك المجتمعي الاجتماعي في المنطقة.